منه على الكاشير هذا تقريبا كبير كلش هذا في شيكاغو ضخم هذا ضخم بكل انواع يعني كل انواع هذا نيتش الدول بريطانيا البرازيل هاي اعتقد هاي الفلبين هذا دوله فلبين برازيل بلجيكا هذيك برتغال اسبانيا برتغال هذيك انا ما غلطت بريطانيا هذا نيتش الدول شرق اوروبا تعرفون اعلان دول شرق اوروبا وما ذاله راح قد موضوعية التصوير ما انت واضح How's it going, buddy? It's noise, right? Not music. Second. Oh yeah. Okay. $4. هذا الفطار المجفف. إيه. أربعة. هذا. واحدين. بس ما مكتوب عليه معلومات هذا. خمس قطع. هذا الفطار المجفف. إيه والله مشروم. بس شنو هذا ليش غالي؟ هذا أندونيسي ترى. هاي الاعلام مال كل الدول من هناك كل سكشن والداله مالته كوريا اليابان روسيا عندكم هذا اللحم مال خنزير هذا اذان وراس خنزير كله كامل سعره هنا سعره دولار وخمسين سنت راس الخنزير هنا هنا عندك هم مضلوعه مال خنزير مثل ما تشوفون دائما بامريكا السعر الاسعار مال خنازير رخيصه كلش هاي كله السكشن لحم خنزير على هاي الصفحه اسعار الايد والرجل والضلع وال هذا ما ادري شنو ابو جاسم هذا شنو هو هذا سكوات هذا يمكن صوص مو صوصج يمكن قولوا ياي اخطبوط مو شكله شكل اخطبوط ما اعرف اخطبوط يمكن مكتوب عليه اشكال عجيب والهلياد ما طول اليابان ان شاء الله كوريا كوريا واليابان عندكم هنا أنا هاي ضلوعه مال لا مو ضلوعه كراعين كراعين مال هاي المعدة هاي لا هاي القلب القلب ايه عندك هنا هاي الشغلات خاصة مال مال الخروف هاي حلال لامب هاي جوت هنا جوت هي الصخلة مو هاي يمكن السكشن كله مال الصخل ومال هذا غنم نعم شغلات حلوة هاي مكتوب عليها الحلال هم يعني هاي السكشن خاص يعني للمسلمين هنا هذا نيش الشغلات اللي غاد هناك الغرب ديانات مثلا هو هذا المحل كل شيء فيه هذا الدجاج هم متبك كامل هذا كله مسلفن واسعارهن ايش قد هذني اسعارهن كل من الوزن مالته هنا سعره 9 دولار 35 سنت هذا كله اورجانيك هنا يعتبر هذا بط اي هذا بط هذا بط هنا ودجاج وهاي اسعارهن الدجاج من دج يعني من شركة تختلف اكو دجاج اورجانيك واكو دجاج مصنع يعني اكو هذا اورجانيك شنو هو بالعربي محمد اورجانيك يعني هذا المو معدل وراثيا اي المو معدل وراثيا مو اسعاره يعني تختلف طبيعي إيه؟ تختلف من سعر هذا صدر الدجاج هاي نقول هناك مال العرب شلون دجاج عرب عندك هاي فروجات صغيره هم هذا دجاج مصر هذا ايش قبل كان يجينا بالعرب هو دجاج قبل هذا مو بس اسعاره يعني اسعار الناس من دجاج مصر اسعار زينه اي 89 للام
هذا هنا الاورجانيك وهذا هنا لا هذا مو كله اورجانيك هذا كله مال مصنع كله رخيص هذا عندك الاورجانيك باع سعره يصير اغلى شوفها $99 و$99 هذا المو اصلي يعني مال مصنع سعره 69 وهذا كل ما يصير اغلى كل ما هاي يصير اغلى اذا اورجانيك يعني مو معدل وراثيا هذا السكشن كله مال البان هاي الالبان هنا وحليب هاي كل الاسعار هن 9 $3 $4 هاي الالبان هاي مطعمة عندك هنا هاي الالبان هذا بالفراولة بالرمان هاي الالبان هنا الالبان هم كيوي هذا اكتيفيا موجود اكتيفيا موجود مو؟ هو هن كان طعم اكتيفيا نفس الشيء هذا السكشن كله من هنا هاي الالبان كلها اشكال والوان للالبان هذا بالفراولة اكو فانيلا وهاي السوالف عندنا الالبان شلون احنا عندنا الالبان بس مطعمه مو؟ طبعا هلا هاي كل السكشن من هنا كلهن البان هاي الكاكاو هاي ان شاء الله جينا على الشرابة هاي الشرابة الاصلية اللي هنا ابو جاسم خلينا نصورهم الشرابة اقول لك شنو سالفتهم شو مخلين الارقام بالمقلوبة هذا يمكن خطيه كان دايف اللي مخلي الارقام هاي عندك شرابة مانجا وفراولة وتين وهاي اسعارهن كلها دولار ودولارين ازيد سعر هذا كله مو اورجانيك ترى لا هذا مواد صناعيه يعني كله حتى تخيل شربت عندك هنا شربت مخلين وياه شو اسمه هذا اعتقد دول هيك شرق اوروبا اسبانيا مو على اسبانيا هذا ترى شربت ابو جاسم عندك هذا شنو توت يمكن هذا اعتقد جرامبيري لو ستروبر هذا الفراوله هذا عندك شربت شنو هذا خوخ شو اسمه كيوي. كيوي هذا مكتوب بالروسي ان هاي السكشن كله هاي الشرابة هنا هاي صودا هاي صودا تركية هاي شت تجيبها من هاي صودا تركية هاي اطيب وحدة هي يعني ما تتذكر اسعارها ايش قد كانت في العراق تقريبا مقارب يعني هسه محمد 4 دولارات يعني ايش قد 4 دولارات 4 دولارات 6000 5000 يعني 5000 انت بالعراق بيش تجيبها ب 2000 باربعة فرق 1000 بس الوحدة بيش تبيعها شن؟ مقارب 250 دينار 250 يعني باوع يعني ايش قد؟ بس هاي الأصلية. هاي رهيبة هاي بالليمون هاي ورا الأكل تقدر تطلع خلينا نصورها لا راح ناخذها ها بجاسم اشتاقيت لها؟ اشتاقيت هم شرابة صغار هذا مال واحد مستعجل هاي بيبسيات او بيبسي كوكا كولا همه والله هذا هم عصاير اورجانيكا بس يعني اسعارهم يعني بدولارين وصغار حجمهم ابو جاسم شوف هسه هذا مثلا هذا عصير يعني حافظ طبيعي هذا ما نزل بالعراق بعده مو؟ الجاتري اعتقد ما ادري مشروب هذا مال من تعرق مال إيه بس هو تدري هو زين أنا أحس يعني هاي الفانتا محمد هو هذا زين ترى الطاقة يعطيك طاقة الأملاح اللي يفقدها الجسم تشربه يعوض مو أملاح وكالسيوم وهاي السوالف إيه بيه شغلات زينة والله هاي البيبسيات كل لا هذا أشكال ألوان هذا مركب هذا تجيبه بس طويل بتركي بمحل هاي شربت رمان هذا مركز بس غالي كلش $7 سعره مو هذا مركز يعني تخطه ويا المي لا هذا تحله بمي وتشربه ينحل بالمي هذا هذا عندك شربه هم نعناع هذا شيري هذا هذا جايب انت بالعراق كرز بس غير نوعيه سر تخين هاي منتوجات عربيه كلها هاي الاعلام هنا لبنان مخلين علم لبنان هذا السكشن عربي هاي المنتجات العربية لا هذاك العلم لبنان اي لبنان باكستان امريكا والهند وكندا هاي عندهم مثلا شنو هاي بالعربي هاي منتجات عربية هاي مكسرات فاخر هم شو تجيبها مو؟ جريش ناعم كزبرة هاري هذا شو اسمه؟
خروفة قرفة 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 دارسين دارسين هاي كل السكشن هنا عدس و هذا وحمص وهاي برجر الله برجر وسط عبالي واصل وسط هذا هنا برجر ناعم هم هاي اسعارهن ايش قد ابو جاسم عشان نشوف اسعارهن مثلا كل سعره 6 دولارات هذا غالي 6 يعني التوابل بامريكا ترى غالية اي هذا ملح الليمون احنا نسميه هناك لمندوزي لمندوزي ملح الليمون يصيحوا له هو فلافل وينها هاي فلافل خلط هاي هم تجيبها بالمحل؟ لا هاي ما عم بالعراق كلها فريش لا اجيب اردني اي هاي اردني بس الناس ما حبتها هاي هنا أنا عندك البقوليات هذا الباقلة ماجي هم ماجي بس عم هناك هناك رخيص بالعراق هنا غالي شوف ايش قد سعره يعني بالعراق ايش قد يطلع؟ يطلع هذا 8000 هذا هذا الفاخر مقرر نسميه هذا احنا كنا شو نصيح له؟ فلوبيف لقينا باني اخيرا لقينا باني عراقيه اخيرا مجمده هاي مجمده بس ماكو فريش مسالة ماسي هذا السكشن كله بتمه اللي بتمه وين يا هاي الاسعار 9 دولارات 8 دولارات الباوند الواحد هذا مكتوب عليه رز هذا مصري 15 يعني هذاك 7 كيلوات 18 دولار 18 يعني ايش قد بالعراقي 18 دولار 22 حول لك اياها من الباوند وبعدين حول لك اياها العراقي يعني هذا يطلع تقريبا ب 30000 30000 مو هذا ب 11000 تقريبا هذا المصري هو احسن تمن هو هنا عندهم البسمتي مو عندي هذا المصري هذا تقريبا 15 هذا الطشي الاحمر ايه 5.5 ايش قد سعره 5.5 هذا الطشي الاحمر هو لهانه وهاي مو عنب لا بس الفندق ورق العنب سعره ايش قد والله النسوان لا تيجي هنا يشتغلن على ورق العنب سعره 6 دولارات شربة رمان هذا مو؟ دبس رمان دبس رمان؟ ايه هذا تبين دبس نفس السعر دولارين هذاك الدولار هذا مو هذا؟ هذا دبس رمان وعندك مثل هذا مو؟ لا سلطان ماء الزهر ماء الورد هذا ماء الورد قد سعره؟ بس شوف هذا دولار دولارين اقول لك هذا شنو هذا؟ تتذكروه؟ وانا تمر هين؟ لا تمر هذا عجوة 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 مو؟ سوي لك كليتي؟ لا عوفة مو كليتي هسه شوف بيتي العجوة واو هذا بيض الفار بيصيحوا له بيض الفار شوف ايش قد سعره هذا ايش تجيبه محل شوف مركز المحل بمان ايش قد كان سعره هذا؟ جيت ابيعه 4000 دينار ب 5000 وهسه ايش قد سعره بالدولار؟ والفلوس شو قد راح تنزل؟ هسه هذا ب 5 هذا اغلى ما اغلى بالعراق ترخص طبعا هذا غالي كلش هذا شنو؟ قمر الدين هذا ايش قد سعره قمر الدين؟ ب 3 دولارات 3 دولارات اقول لك هذا يعني من هناك من يم الكاظم ايش قد سعره هذا تجيبه؟ اقول لك مو هذا شحن 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 ما ترى شحن وقمره قطع وحدني وحدني شو اسمه؟ حلقوم الحلقوم هاي السوالف بس غالي غالي سعره شوف ايش قد هذا شاي فل شاي سيلاني ما ادري شنو سالفتهم خلين الارقام بالمقلوبي هذا جد ضعف شفت حتى هناك لا مو هي شيء بالمقلوب مخلي على اساس يريد يلزقها بس هذا الحلقوم التركي سعره ايش قد كله 6 دولارات 7 دولارات هاي وين بالعراق هذا جبته بالمحل التركي اي تركي ايش قد سعره هذا؟ انت تجيب منه 2 بربع صغار 2 بربع سموه؟ اي هذا اللحم ما شو اسمه؟ بطاري زوان هذا؟ زوان بعتون انا اخذتها بدولار حليب نيدو حليب نيدو ايش قد سعره؟ شوف هاي الحليب مال نيدو سعره ايش قد؟ 35 دولار بالعراق ايش قد؟ هو غالي بالعراق هو غالي حتى بس مو بهذا السعر ارخص شوي ليش هو هذا غالي عود اورجانيك؟ صغيره هنا كله مخبز هنا هاي السكشن كله خبز عربي ترى هذا صمون هم ماكو هنا صمون 10 بلد شرك هاي السوالف هذا الخبز الفلسطيني
والخبز اللبناني والعراقي السمون العراقي هم خبز عراقي هم جوا. أخذنا الغراب، أخذنا تونة، أخذنا بانية، أخذنا فطر مشروم، أخذنا رمان، أخذنا ذني زلابية، أخذنا محمد سودة وكبر وبصل. وهسه راح نشوف حسابنا ايش قد يصير. ايش قد تتوقع ابو جاسم حسابنا؟ 50. والله ما ادري. هسه نشوف حسابهم. طلعنا وطلع سعرهن 58. قطونا قطه مو طبيعيه. لا والله. هاي اخذنا الغراض وما في كاسه. شرفك هسه اللي يشوفنا شو يقول؟ يا اخوي هسه احنا نحولون بضاعة؟ لا احنا ضايقين من احد. مو ضايقين. ما هي مشكلة الكياسة، اذا ما كنت كياسة هيك تصير. يلا ان شاء الله ما نطلع في الجبيان. هذا